بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمشيئة ربنا نحل الاختبار رقم 1 على الفصل الأول النظرية الخلوية، موجود معانا صفحة 148 كتاب الامتحان طبعة 2023. يلا بينا على بركة الله. أول سؤال: من مؤسس النظرية الخلوية؟ أول حاجة عندنا روبرت هوك. طبعا ده غلط بالنسبة لنا، لو احنا فاكرين اللي هو روبرت هوك ده اخترع اللي هو ميكروسكوب بسيط وبدأ يستخدمه في فحص اللي هو نسيج مين اللي هو ايه الفلين. رقم ب تيودور شوان، طبعا برضك ده بالنسبة لنا غلط، علشان شوان ده قال ان كل اقسام اللي هي الحيوانات تتكون من خلايا. رقم جيم طبعا دي الاجابة الصح عندنا اللي هي شيلايدن. شيلايدن طبعا قال ان جميع اللي هي النباتات تتكون منين؟ من ايه؟ من خلايا، وده يعتبر مؤسس النظرية الخلوية، وقال ان الخلية هي وحدة مين؟ وحدة البناء. رقم دال فرشو، طبعا ده غلط، علشان فرشو ده قال ان الخلايا تعتبر هي الوحدة مين؟ الوظيفية، وان الخلايا الجديدة لا تنشأ الا من خلايا كانت موجودة ايه؟ بالفعل من قبل. يبقى الصح بالنسبة لنا رقم جيم. مجهر ضوئي قوة تكبيره 400، ده قوة تكبير مين؟ المجهر الضوئي. فاذا كان قوة تكبير عدسته العينية 10، فكم تبلغ قوة تكبير عدسته الشيئية؟ قوة تكبير العدسة الشيئية بتساوي قوة تكبير المجهر على قوة تكبير مين اللي هي العدسة ايه؟ العينية. يبقى عندي 400 على كم؟ على 10. يبقى عندنا 400 هقسمها على كم؟ على 10، 0 مع 0، يبقى 40 على 1 فيها كام؟ فال 40، يبقى الإجابة رقم مين؟ رقم ب اللي هي كام؟ اللي هي 40. من أول عالم أثبت أن الخلية هي الوحدة الوظيفية للكائنات الحية؟ روبرت هوك. احنا لسه قايلين روبرت هوك اخترع ميكروسكوب بسيط فحص بيه اللي هي نسيج مين اللي هو الفلين، واطلق على كل واحده منها شفه اللي هي اسم ايه؟ اسم الخليه، ملوش علاقه بان الوحده الوظيفيه. رقم ب تيودور شوان. شوان طبعا ده كمان غلط، علشان ده قال ان كل اقسام اللي هي الحيوانات تتكون من ايه؟ من خلايا. رقم ج شيلايدن برضه غلط، علشان شيلايدن ده قال ان كل اقسام اللي هي النباتات تتكون من ايه؟ من خلايا. فرشو طبعا دي الاجابه الصح عندنا، عشان فرشو ده سنة 1855 قال إن الخلية تعتبر هي الوحدة مين؟ الوظيفية، بجانب إن هي الوحدة مين؟ البنائية. يبقى اللي قال الوحدة الوظيفية اللي هو مين؟ اللي هو إيه؟ فرشو. بجانب كمان قال إن الخلايا الجديدة لا تنشأ إلا من خلايا كانت موجودة إيه؟ من قبل. لماذا يعتبر العالم شيلايدن أول من أوضح أن الخلية هي وحدة البناء؟ إحنا عارفين شيلايدن قال إن جميع النباتات تتكون منين؟ من خلايا. طب الاستنتاج ده اللي هو بناه ده بناه على اساس ايه؟ بناه على اساس اللي هي الابحاث اللي هي الخاصه بتاعته والعلماء اللي هم ايه؟ جم قبل منه. فبقول هنا لانه اول من شاهد الكائنات الدقيقه. طب هل هو اول واحد شاهد الكائنات الدقيقه؟ طبعا غلط، علشان اول واحد شاف اللي هي الكائنات الدقيقه اللي هو مين؟ اللي هو فان ليفن هوك، لما اخترع اللي هو ميكروسكوب قوه تكبيره حوالي 200 مره، وبدا يفحص بيه اللي هي مين؟ مياه البرك والدم، وده يعتبر أول من شاهد مين اللي هي عالم مين الكائنات مين الدقيقة. رقم ب لأنه أول من فحص نسيج حيواني ووجد أنه يتكون من خلايا. طب مين أول واحد فحص نسيج اللي هو حيواني؟ ها، أول واحد طبعا اللي هو مين؟ اللي هو تيودور شوان، اللي هو قال إن أجسام اللي هي كل الحيوانات تتكون منين؟ من خلايا. فإذا ده كمان بالنسبة لنا غلط. رقم ج لأنه أول من فحص نسيج نباتي ووجد أنه يتكون من خلايا. صح ولا غلط؟ طبعا صح وزي الفل. يبقى الاجابه رقم مين؟ رقم ج، علشان زي ما احنا قلنا شلايدن سنه 1838 قال ان جميع النباتات تتكون منين؟ من خلايا، والاستنتاج بتاعه زي ما احنا قلنا بناء على الابحاث بتاعته والابحاث اللي هم بتوع العلماء اللي هم جم قبل منه. رقم د لانه اول من صنع ميكروسكوب ضوئي مركب. طبعا الكلام ده غلط، يبقى الصح بالنسبه لنا رقم مين؟ رقم ج. من العالم الذي استند شوان على احد مبادئه في توضيح استنتاجه؟ هو مين اللي جه قبل اللي هو مين اللي جه قبل شوان؟ اولا شوان ده قال ان اقسام اللي هي كل الحيوانات تتكون منين؟ من خلايا. مين اللي جه قبل منه؟ والله اللي جه قبل منه اللي هو شلايدن سنه 1838 قال ان جميع النباتات تتكون منين؟ من خلايا، وبناء عليه شوان بنى الاستنتاج بتاعه على اساس مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو شلايدن. وبالتالي نختار مين اللي هو ايه؟ اللي هو هنختار اللي هو شلايدن، عشان جه قبل مين؟ قبل شوان. شوان لو احنا فاكرين كان جه وقال الابحاث بتاعته سنه كام؟ 1839 ميلاديه طبعا،
قال ان كل الحيوانات تتكون منين؟ من خلايا. بنى الاستنتاج بتاعه على مين؟ على اساس اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ شلايدن، عشان شلايدن قال ان كل النباتات تتكون منين؟ من خلايا قبليه بسنه. اي الميكروسكوبات التاليه يستخدم عند دراسه تفاصيل السطح الداخلي، خلي بالي بيقول لي الداخلي، للميتوكوندريا في خلايا عضليه. طيب تفاصيل داخليه معنى كده هستخدم ميكروسكوب الكتروني ولازم يكون نافذ، ما ينفعش اقول مسح عشان هنا بقول داخليه. رقم ا بقول ميكروسكوب الضوء البسيط طبعا ما ينفعش معانا علشان ده قوه تكبيره قليله. الميكروسكوب اللي هو الضوء المركب طبعا ده قوه تكبيره لا تزيد عن 1500 مره، وبالتالي ما اقدرش اشوف اللي هي التفاصيل الداخليه بتاعه الميتوكوندريا. الميكروسكوب الالكتروني الماسح، وهنا قال لي مين؟ السطح الداخلي، ما ينفعش اختار المسح علشان ده بيدرس مين؟ اللي هو السطح الخارجي. رقم د الميكروسكوب الالكتروني النافذ، طبعا ده الصح بالنسبه لنا علشان ده قوه تكبيره حوالي مليون مره، ويقدر يجيب لي التفاصيل الداخليه بتاعت مين؟ بتاع الميتوكوندريا. في معمل البيولوجي لاحظ احد الطلاب بعض الظواهر عند اجراء فحص مجهري بالميكروسكوب المركب. اي من هذه الظواهر تدعم النظريه الخلويه؟ النظريه الخلويه لو احنا فاكرين كان لها ثلاث مبادئ. اول حاجه ان جميع الكائنات الحيه تتكون من خلايا، الخلايا دي ممكن تكون مفرده او مجتمعه. الحاجة التانية إن جميع الخلايا تنشأ من خلايا كانت موجودة من قبل. الحاجة التالتة عندنا الخلايا هي الوحدات مين؟ الوظيفية لجميع الكائنات الحية. فبقول لي رقم ألف تحتوي الليفة العضلية الهيكلية على عدة أنوية. هل الكلام ده صح؟ أه الكلام صح، بس ملوش علاقة بالنظرية الخلوية. رقم ب لا تحتوي الخلايا الدم الحمراء البالغة على أنوية. كلام صح وزي الفل، بس ملوش علاقة بمين؟ بالنظرية الخلوية. تتكون خلايا جديدة من الانقسام الخلوي. ايه رأيكم؟ تمشي معانا؟ ايوه تمشي وزي الفل. طب ليه؟ علشان ده بيدعم مين؟ اللي هو احد اللي هو مبادئ النظرية الخلوية، اللي هو ايه؟ ان جميع الخلايا تنشأ من خلايا كانت موجودة من قبل. يعني هنا الخلايا الجديدة هتنشأ نتيجة مين؟ الانقسام مين؟ اللي هو ايه؟ الخلوي، سواء ميوزي او ميتوزي، وبالتالي ده صح بالنسبة لنا. رقم د خلايا نسيج الغدد الصماء تحتوي على أنوية. طبعا الكلام ده ملوش أي علاقة بمين؟ بالنظرية مين؟ الخلوية. أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين حجم خلايا نسيج ماء في ورقة نبات الذرة وقوة تكبير عدسات المجهر الضوئي المستخدمة في الفحص؟ يبقى احنا دلوقتي عاوزين نجيب علاقة بين حاجتين، من قوة التكبير وبين حجم الخلايا. كل ما يزداد معايا قوة التكبير، خلي بالنا العلاقة دي علاقة طردية، علاقة طردية، لأن هنا عاوز الحجم مش العدد. خلي بالنا لو قال لي العدد أقول له علاقة عكسية، إنما لما يقول لي اللي هو الحجم هيكون علاقة إيه؟ طردية. بمعنى إيه؟ كل ما يزداد معايا قوة التكبير هيزيد معايا مين؟ حجم الخلايا، الخلية تكبر معايا. أكن معايا كده الصفحة اللي قدامي ديت بعمل زوم على مكان معين، المكان ده اللي هيحصل له هيبدأ يكبر معايا. فهنا كل ما زود قوة التكبير كل ما يزيد معايا مين؟ حجم الخلايا، وبالتالي نختار مين؟ العلاقة الطردية اللي هي رقم ب. انما طبعا دي علاقه عكسيه ما تنفعش معانا، دي علاقه ثابته، طبعا دي بتزيد وبعدين تقل معانا، بالنسبه لنا غلط. عندما تكون قوه العدسه العينيه لميكروسكوب ضوئي 30، فكم تكون قوه تكبير العدسه مين؟ الشيئيه للحصول على اقصى قوه تكبير لهذا الميكروسكوب. هو دلوقتي اقصى قوه تكبير للميكروسكوب اللي هو الضوء ده كام؟ 1500 مره. يبقى دي عندنا اللي هي قوه تكبير مين؟ اللي هو ايه؟ المجهر او الميكروسكوب. احنا دلوقتي عاوزين نحسب مين؟ فبقول لي هنا فكم تكون قوة تكبير العدسة الشيئية؟ قوة تكبير العدسة الشيئية عبارة عن قوة تكبير اللي هو المجهر اللي هي كام؟ 1500 على مين؟ على قوة تكبير العدسة اللي هي مين؟ اللي هي العينية، اللي هي كام قدامي؟ اللي هي 30. صفر مع صفر 150 على 3 فكام؟ فالخمسين. يبقى نختار 50 مرة. 10 بالنسبة لنا غلط، 30 غلط، 50 صح، يبقى دي الإجابة، 70 غلط، يبقى الإجابة رقم مين؟ رقم ج. رقم 10 تنشأ الكائنات الحية تلقائيًا، هل الكلام ده صح؟ طبعًا الكلام ده غلط، ده الخلايا الجديدة والكائنات الحية بتنشأ من خلايا كانت موجودة بالفعل، تمام؟ وبالتالي المبدأ ده غلط. رقم 2 كل الكائنات الحية تتكون من خلايا قد تكون منفردة أو مجتمعة، صح ولا غلط؟ صح وزي الفل. رقم 3 الخلية هي وحدة البناء والوظيفة لجميع الكائنات الحية، برضك صح وجميل. أي مما سبق يدعم النظرية الخلوية، يدعم النظرية الخلوية. طيب إحنا اتفقنا ده واحد بالنسبة لنا غلط، مفيش كائنات بتنشأ تلقائيا، وبالتالي أي حاجة فيها واحد بالنسبة لنا غلط، يبقى كده واحد هنا غلط
وهنا في واحد غلط، هيتفضل رقم ب ورقم د. رقم ب بيقول لي اللي هي 2 و3 هما الاثنين بيدعموا مين؟ النظريه اللي هي مين؟ اللي هي ايه؟ الخلويه، اللي هي احد مبادئ اللي هي النظريه الخلويه. طبعا صح، اللي هو 2 و3، فاذا الاجابه عندنا رقم مين؟ رقم ب. رقم د عندي هنا بيقول لي 3 فقط، طب ما 2 كمان، ان كل الكائنات الحيه تتكون من خلايا قد تكون منفرده او مجتمع، فاذا ده بالنسبه لنا غلط. يبقى الصح كده اللي هو مين؟ رقم مين؟ رقم ب. أجب عما يلي: جميع الكائنات الحية تتكون من مجموعة من الخلايا ترتبط مع بعضها، ما مدى صحة العبارة مع التفسير؟ هل الكلام ده صح؟ طبعا عبارة غلط، أقول له عبارة خاطئة. طب خاطئة ليه؟ علشان الكائنات الحية بقسمها لحاجتين، كائنات وحيدة الخلايا، هنا بيقول لي مجموعة من الخلايا، هل جميع الكائنات الحية تتكون من مجموعة من الخلايا؟ طب ما احنا عندنا كائنات وحيدة الخلايا، ما جاب لي سيرتها ليه؟ أقول له هنا لأن الكائنات الحية تنقسم إلى رقم واحد عندنا كائنات وحيدة الخلية زي الأميبا أو البارميسيوم أو اليوجلينا، رقم اتنين عندنا اللي هي كائنات عديدة الخلايا زي مين؟ زي الإنسان. وبالتالي العبارة إيه؟ العبارة غلط، أو رقم 12. ما العلاقة بين الطول الموجي للشعاع المستخدم وتباين الصورة المتكونة بالمجهر؟ يا ترى العلاقة بينهم إيه؟ علاقة عكسية، أقول له علاقة عكسية. بمعنى إيه؟ كلما قصر الطول الموجي كلما زاد تباين، اللي هي وضوح يعني، الصورة المتكونة بالمجهر. الدليل على كده اللي هو الميكروسكوب الإلكتروني اللي احنا خدناه. احنا عارفين الميكروسكوب الإلكتروني قوة تكبيره مليون مرة، الصورة بتاعته عالية الوضوح عالية التباين. ليه؟ لقصر الطول الموجي. يبقى مثال على كده، مثال الميكروسكوب الإلكتروني قلنا بيمتاز بإيه؟ بقصر مين؟ الطول الموجي. علل: يعتبر الميكروسكوب الإلكتروني أفضل من الميكروسكوب الضوئي في فحص بعض العينات، يا ترى ليه؟ في كذا ميزة له بالنسبة لنا. أول حاجة عندنا كده لأنه يكبر الأشياء إلى حد يصل إلى مليون مرة، ده أول حاجة. الحاجة التانية رقم اتنين، يكون صور عالية التكبير وعالية التباين، التباين اللي هي الوضوح، لقصر الطول الموجي له. رقم ثلاثة، يوضح تراكيب خلوية لم تكن معروفة من قبل. الحاجة الرابعة كمان، إن بيعرفني معرفة تفاصيل دقيقة عن التراكيب الخلوية. ماذا يحدث عند صبغ الأميبا باليوسين الأحمر أثناء انقسامها؟ اليوسين ده عبارة عن صبغ معين لونه أحمر. طيب الأميبا زي ما احنا عارفين ده عبارة عن كائن حي، وبالتالي زي ما احنا عارفين من ضمن عيوب الأصباغ إنها بتقتل مين؟ اللي هي العينات الحية. فبقول له الإجابة تموت الأميبا لأن الأصباغ تقتل العينات الحية، وطبعا الأميبا من الكائنات اللي هي الحية وحيدة مين؟ وحيدة اللي هي الخلية.
من خلال دراستك لأنواع الميكروسكوبات، هناك عدة طرق للحصول على صورة أوضح. هل تصلح هذه الطرق في جميع الأحوال مع التفسير؟ هل كل الأحوال تنفع فيها الطرق ديت؟ احنا عندنا في حاجتين لو احنا فاكرين، كان أول حاجة هنا عشان أحصل على صورة عالية الوضوح إن بغير تغيير مستوى الإضاءة. الحاجة التانية كانت عندنا إن احنا كنا بنستخدم إيه؟ اللي هي الأصباغ، استخدام الأصباغ. دول الطريقتين. طب هل الطريقتين دول ينفعوا في جميع الأحوال؟ طبعا هقول له لأ. يبقى هنا هقول له إيه؟ لا تصلح في جميع الأحوال. طب ليه؟ قول لي مع التفسير. علشان الصبغة اللي هو عندنا اللي احنا هنحطه على العينة ده بيعمل إيه في العينة؟ في العينات الحية هيموتها. أقول له لأن الأصباغ تقتل العينات الحية. ظهرت النظرية الخلوية نتيجة لجهود ثلاثة من العلماء، وضح دور كل منهم. أول عالم طبعا كان له الفضل اللي هو أول واحد اللي هو شلايدن. شلايدن لو احنا فاكرين قال إن جميع النباتات تتكون من خلايا. العالم التاني اللي هو كان له الفضل اللي هو شوان. شوان قال إن أجسام اللي هي كل الحيوانات تتكون من خلايا. العالم التالت اللي هو بيسميه فرشو. فرشو زي ما احنا عارفين قال إن الخلية بتعتبر الوحدة الوظيفية إلى جانب أنها الوحدة التركيبية أو بسمها البنائية لجميع الكائنات الحية. قرأت في إحدى الصحف أنه قد تم اكتشاف كائن أولي جديد. في ضوء دراستك للنظرية الخلوية، اكتب ما تعرفه عن هذا الكائن دون أن تراه أو تفحصه. طبعا عندي هنا الخصائص بتاعة الكائن ده، هيكون هنكتب ايه عنه؟ أول حاجة أقول له إن جميع الكائنات الحية، جميع الكائنات الحية تتكون من خلايا. الخلايا اللي عندي ده طبعا هو قال لي مين؟ قال لي أولي، معنى كده هيكون مين؟ وحيد الخلايا. فتتكون من خلايا ايه؟ منفردة أو مجتمعة. طبعا بالنسبة للكائن اللي هو قدامي ده هيكون عبارة عن خلايا مين؟ خلايا مفردة، لأن هو كان ايه؟ كائن أولي، معنى كده إن هو وحيد الخلية. الحاجة التانية إن الخلية أو الخلايا بتعتبر هي الوحدات الوظيفية لجميع الكائنات الحية، بجانب طبعا اللي هي وحدة ايه؟ التركيبية. الحاجة التالتة كمان ممكن أقول على الكائن ده إن جميع اللي هو الخلايا اللي هو بالنسبة للكائن اللي هو بيكلمني عليه ده، إن الخلايا ديت أو الكائن ده نشأ أو تنشأ من خلايا كانت موجودة من قبل. يبقى اللي نقدر نقوله على الكائن اللي هو قال لي عليه ده اللي هو الكائن الأولي ده إن ده عبارة عن كائن وحيد الخلايا، يبقى ده عبارة عن كائن وحيد الخلية. الكائن ده الخلية بتاعته هي الوحدة الوظيفية، الخلية هي الوحدة الوظيفية بجانب ان هي الوحدة التركيبية كمان، وان الخلية او الكائن الاولي ده نشأ من كائن ايه؟ اولي اخر. الحاجة التالتة عندنا ان الكائن الاولي نشأ من كائن أولي آخر. يا رب يكون فهمنا. ما تنسناش من صالح دعواتكم. كان معكم مستر طارق، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادمة، وبالتوفيق لجميع رب العالمين. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.